لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل وخش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. الديانة بيجروا ورايا. ايه؟ اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش انت فين بقى دلوقتي؟ ايه؟ فين؟ اعمل الحاج فين؟ اعمل الحاج فين؟ اعمل الحاج فين؟ اشبك انت بتقفل ولد الشارع ولا ايه؟ اه يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين. اه ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو يا عم. عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش في احتمال يكون موجود دلوقتي فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهمكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبي انا مش عايز اذيك. ده فرجنا هتأذيني ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش ده عشان يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلقة ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل. تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظة ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله ببزاج ده. دور عليك بقى. اه قول يلا. اه اللي عيشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقولك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ديك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها اللي مش عاجبه كلام على سن مطوط هنا والفه تنوره وتفضل. ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني. بس بوسه لمبي هات بوسه بسرعه كده. يا ده احنا في الحته. يا بنت هات بوسه يا بنت. ده خلاصي مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده الدنيا انا بيجري ورانا يا بنت. يا بنت اجري بسرعه يا بنت. ايه بوسه يلا بس بوسه خرابي. طيب يا بنت خلاص مش قادره نمد شويه يا بنت. تعبت يا بنت. امسك نفسك خلاص بقى. انا فرحت انا مش عارفه هو احنا مدجين ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت لايت. ابويا مات يا بس بوسه. عمك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عمي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص ليه؟ يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا. تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعال يا بوس بس تعال. شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ لا مفيش حد. اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله. بس انا خايف ابويا يكون سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ابويا. يا لهوي.
ماما عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش، ما تبوظيش الدنيا. يا بنت اسكتي. خايفه؟ ما خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا، وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي انا اروح اعرف ايه هتعمل. ايه يا لمبي؟ بص هتعطيك بالدماغ. خلاص خش. ايه يا بنت موسى؟ خش خايفه. خش. يا بنت استنى، يعني حارق الضوافر. استنى شوية. اهو ايه؟ اهو بمية الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وحديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه؟ في حاجه بتشيل الخنة. خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه؟ يا بنت في حاجه جوه بتشيخ. ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ الحجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ اقرا انت. انت بتستعي عليا؟ ما انت عارف اني ما اعرفش. هو عشان انا بوريك الثقافه. طب انا نازل في المستوى قد ايه ده؟ طب اقرا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف. ايه دي؟ اه ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف. طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق. ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك. لا في لا كنز ولا كنز. لا في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمة حنوت. اه اوعي. حنوت. انت عارفة انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجالة؟ اه. خلاص هو يجيب لنا اتنين عتاولة اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده ما فيش أكتر من رجالة عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ يا عم بعينك مفجحه. عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انت عسل يا نيله. يا بنت المصر عايزه ارعش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامل له ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان شالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انت صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الغرفه. الله ما تفضلوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فين ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي. اما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه ايه ما شاء الله؟ سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حديدك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحده يلا. ياه واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس المنطقه. ياه ايوه زغرتي بقى.
بموت في كبت امك. سيد احنا حنة في نابوس. انا ملحي يبقى من ميت يعني الريحه احنا حنرمي في الحفره ونيجي. عم الله والنبي يا ريت المراحيض يخلوا بالهم من المرحوم.